ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات شهر ديسمبر لعام 2020 لأصحاب برج الحمل. برج الحمل عندنا شهر رائع، متميز، ايجابي جدا، فرص قوية، بداية جديدة، شغل جديد او حياة عاطفية جديدة، في هدوء بال او راحة بال او في استقرار موجود عندك. هيكون عندك خبر سعيد قوي قوي قوي، عندك شيء هيكون متميز هيخليك ان انت تقول عملت لقد فعلتها، فيكون عندك ده جدا. عامة برج الحمل الوضع المهني شكله هيكون عامل ازاي؟ الوضع المهني عندك هيكون متميز ورائع جدا جدا لحد عندنا يوم 20. انت هتكون بتمارس يعني نوع من الانواع السعادة وانت بتشتغل، هيكون عندك فرصة مهنية جديدة، عندك شغل، عندك انك ممكن تكون بداية لها علاقة بالاستثمار، لها علاقة بشيء عقارات، لان ده اللي موجود عندك في 2021، وعندك تحضير قوي ل 2021، عايز تبتدي بداية معينة متعلقة بشغلك ببداية 2021، زائد ان عندك بداية مهنية، يعني في عندك عروض مهنية رائعة متميزة يا برج الحمل. ان شاء الله هيكون عندك وضع متميز جدا، وده هيكون لي عائد نفسي ايجابي وعائد مادي رائع. فده عندك الوضع المهني متميز جدا. عندك في احقاد مهنية، طبعا اكيد عندك احقاد مهنية، يعني لازم نخلي بالنا، وطبعا في فيديوهات النصائح هنتكلم على الحاجات اللي ممكن نقابلها ونتكلم فيها بشكل نصايح. عامة برج الحمل عندك برضو من الناحية المهنية عندك موضوع كان متعسر، انت مش عارف هتعمل ايه، انت مش عارف افكر ازاي، طب هدرس الدنيا ايه، طب خطواتي اللي امشيها ايه، مش عارف تلاقي حل من موضوع مهني، خاصة لو انت عندك مشروع خاص يا برج الحمل. هيكون عندك انك بتخرج من الازمة دي بكمية سعادة او بانفراجة قوية جدا جدا بشيء انت ما كنتش معقول ده حصل، انت مش متوقع اللي حصل ده. فهيكون عندك خروج من محنة لها علاقة بالوضع المهني وبداية جديدة متعلقة بالوضع المهني. عندك اخر 10 ايام هيكون في بداية برضو تانية، او بداية او استكمال للبداية بتاعتك، وهي هتكون قوية او شيء قوي، شيء متميز يعني. ولكن احنا عندنا يمكن اخر 10 ايام هم اللي فيهم نصايح اكتر بس ايجابيين، يعني عندنا الاسبوع الاخير ايجابيين، اول 3 اسابيع بالنسبة لك هم الاروع خلال الاسبوع ده، ولكن الاسبوع الاخير هو ايجابي وحلو، بس محتاج هدوء وان احنا نكون بنفكر بالرزانة، وان احنا نستشير اشخاص ليهم اهل الحكمة في كذا او عامة. فده الوضع المهني اللي بيساعد كتير، قلنا في الحالة النفسية، وبيساعد كتير في الامور المادية. عندك اشياء متعلقة بشيء قانوني او ليه علاقة بمحكمة، او حاجات كده، يعني حاجات ليها علاقة بالمواضيع دي، حاجات قانونية او اوراق، او هيكون عندك خروج من المحنة دي بس بعد ما بطنك توجعك من الخوف شوية. يعني هيكون عندنا قلق وتوتر، ولكن في اخر النهاية بتاعت الموضوع ده ايجابية قوية جدا جدا يا برج الحمل. طيب برج الحمل كمان عندك في الحالة النفسية عندك ان عندك تغيير حلوة، عندك انك هيكون بتغير الستايل بتاعك، او في لبس جديد بنشتريه، او عندك تغيير في الديكور، او عندك تغيير في نوعية شغلك طريقتها معينة، او بتغير المكتب بتاعك، او عندك حاجة حلوة انت بتحسها، في تغيير حلو. لما بتيجي بتشوف نفسك هتكون مبسوط، هنحس ان من انبساطنا ملامحنا بتتغير للايجابية والاحلى. يمكن عينينا كانت فيها شوية كسرة او زعل علينا في بعض المواقف، هيكون ده مش موجود، لدرجة ان اللي هيشوفك هيقولك ايه يا عم انت بتحب جديد ولا ايه. فهيكون عندنا ده جدا جدا. برج الحمل الوضع العاطفي بقى بمناسبة الحب الجديد رائع رائع ولا اروع من كده. انت عندك في حب جديد بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، شهر الارتباط، شهر الاستقرار، شهر الحب، شهر اللي لازم تداري على نفسك فيه في العلاقات العاطفية، لان عندك تحسين كبير في العلاقات العاطفية والاوضاع العاطفية، وهيكون عندك انجذاب قوي واشخاص معجبة بيك بشكل قوي جدا. بس عليك تفكر التفكير الصحيح، ما بلاش تقول لا مش مناسب ليا وابعد، لان في كتير هيبقى معجب بيك قوي، وشهر الحب استغله، هتبدأ تقول لا مش هو ده، استنى شوية، اتقل شوية، خلي بالك من موضوع التقل ده.
فعندنا في حب واعجاب ورومانسيه وكمان على فكره في خطوه جديده للعاطفه، يعني في تحديد لموعد زواج، تحديد لموعد خطوبه ما بينك وما بين الحبيب، فعندنا خطوه انتقاليه للوضع العاطفي. عندك بالنسبه بينك وبين الشريك عندك في بيبي جديد، عندك في انتقاله، في موضوع مشترك، في موضوع هيسعدك جدا جدا انت والشريك، في اجواء رومانسيه، في عندك ممكن يكون سفر ليه علاقه بتجديد الاجواء الرومانسيه او لحظات حلوه، عندك ده جدا. على فكره بمناسبه السفر، انت عندك سفر للرومانسيه او ولكن عندك سفر انت مضطر ليه، يكاد يكون بسبب سوء حاله صحيه لحد انت هتزوره او مشكله معينه هتحاول ان انت تحلها او تقوم بواجب معين، فهيكون عندك سفر اضطراري يا برج الحمل. برج الحمل كمان الوضع نقابل الوضع العاطفي بالنسبه للناس المنفصلين في رجوع ولا لا، برج الحمل هو انت للاسف عندك حب جديد اكتر من نسبه الرجوع، لكن الماضي عايز يرجع لك وبشده عنيفه. الماضي اصلا بيراقبك، الماضي اصلا مش بينساك، الماضي عندك يا برج الحمل الماضي بيبدا يقول انا مش فاكرك، انا خلاص انا مش عارف، وهو اصلا عشقك وهو اصلا مش قادر ينساك، هو مش ناسيك، هو بيقول ده عشان كرامته بس نقح عليه شويه. فهو الماضي مش عارف ينساك يا برج الحمل، الماضي بيعشقك، الماضي نفسه ان انت ترجع النهارده قبل بكره، يمكن الماضي عايز ان انت اللي تاخد الخطوه، وللاسف الحمل مش كتير هو اللي هياخد الخطوه. عامه برج الحمل اللي كان عندك حيره ما بين شخص وشخص، انت هتبدا تاخد قرار معين انك تاخد، لا انا هكمل مع الشخص ده، لا انا عايز الشخص ده، فيكون عندك قرار انك تكمل مع حد معين يعني، فعندك قرار هتتخذه، ولكن انت عندك سعاده عاطفيه برضه. ارجع واقول عندك سعاده عاطفيه برج الحمل، انت عندك علاقه طرف ثالث يا من ناحيتك يا من ناحيه الشريك، ولكن هتتحل او الموضوع هيتحل لصالحك خلال شهر ديسمبر. الوضع العاطفي هتكلم فيه بصوره مفصله اكتر من كده. عامه الامور الحياتيه لبرج الحمل، انت عندك عرض مهم، عندك ايجابيه، عندك كلام كتير بيتقال عليك ايجابي، عندك صحبه حلوه وصداقات حلوه هيجي منها منفعه وخير ومصلحه بشكل رائع ومتميز هتحسد عليها، عندك تصالح مع الاخرين او في قرب علاقات او في حد بيحاول يجدد علاقته معاك او عايز يقرب منك او عايز يتصالح معاك وبصوره قويه جدا، عندك اهتمامك بنفسك هيثير جدل الاخرين ان انت بتتحسن، ان انت بتكون افضل، ان انت ففي كلام كتير وفي تشويه للسمعه وفي كلام ليه علاقه بالحسد وان ازاي كده، وفي غل وحقد كده بيكون في نفوس الاخرين كتير صراحه يعني. برج الحمل الوضع الصحي لازم نخلي بالنا جدا جدا، الاسبوع الاخير اكتر وقت من المشاكل الصحيه، من تعب في القولون، البطن، يعني البطن بشكل عام هيكون عندك ممكن يكون لخبطه، لازم ان انت تخلي بالك. على فكره برج الحمل انت الفتره دي مش هيكون عندك استقرار انك تنام، انك تاخد وقتك، انك تفكر بهدوء، لا، وانك تاكل بسرعه، ويمكن وجع البطن عندك هيكون سببه انك بتاكل بسرعه، تعاني من الصداع بسبب انك مش بتنام كتير، فلازم ان احنا ناخد وقتنا في النوم، لازم ناكل اكل ان احنا بهدوء مش اكل سريع، لازم تخلي بالك من المشروبات بتاعتك، اكلك يكون ليه مواعيد معينه، مش اكل وانام، كل الحاجات دي هتخليني ارتاح، خاصه ان عندنا كورونا وانتشار وي، فعشان ما يبقاش بس عندك كده ايه اللي هو الهوس بتاع انا عندي كورونا ولا لا، وممكن اصلا نجيلنا كورونا بسبب الهوس اللي عندنا، فخلي بالنا جدا من الموضوع ده. الحالة الصحية برضو انت عندك حد تعبان صحيا، هو قريب منك يا برج الحمل، لازم نخلي بالنا جدا جدا. برج الحمل انا عارفه ان انا طولت عليكم جدا جدا، ولكن اعذروني، انا بشكركم جدا. في التوقعات الاسبوعيه هتكلم بشكل تفصيلي في حاجات كتير، ولكن هو شهر ممتع، اخر بس 10 ايام ممتعين وايجابيين، ولكن في حصل كده بعض النقاط شويه. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.